السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض هنشوف برنامج اسمه هوم ستايلر. هوم ستايلر ده بيعمل ايه؟ ده موقع على النت بيديني ان انا اعمل تصميم سهل جدا للبيت وبسهولة، حتى لو انا ما عنديش اي خبرة هندسية. مجرد ان انا اقول له دراج اند دروب، حط مثلا الاوضة ديت، تمام. هو مجرد ان انا سحبت وحطيت خلاص كده الاوضة اتعملت في 3D. انا هنا 2D 3D. ممكن مثلا عايز احط بروز مثلا او اي شكل هنا، اقول له ايه انا عايز اخد الشكل ده واروح سحبه وبالراحه احطه على اي ناحيه من النواحي بتاعت الشكل، وليكن مثلا هنا، تمام. بعد كده سهل ان انا اعدل هبقى كده شويه، تمام. وممكن اغير وول ستايلر لو انا عايز، وابدا اشوف الاشكال اللي موجوده وابدا اختار. اي هتلاقي اشكال كتيره تقدر تختار منها، تمام. تقدر تقطع الحيطه كذا جزء لو انت عايز تدي كل واحد فيهم لون. هدخل في 3D الاقي الشكل فعلا اتعمل لي في 3D. ال2D ادي اعدل فيه الشكل دوت، تمام. تحط كذا اوضه مع بعض. ممكن زي ما انت شايف لما تيجي هنا هتلاقي عندي في هنا ممكن احط مثلا بيدروم، اوفيس، تقدر تحط ابواب، شبابيك، سلالم، زي ما انت عايز. فالموضوع سهل وبسيط، هتختار بس الشكل وتسحبه وتروح حاطط اهو كده، تمام. اهو بعد كده تدخل في 3D وتشوف الشكل ده في 3D هيبقى عامل ازاي. تخيل شكل المبنى بدل ما تجيب العمال وتقعد تشيله وتحطه وفي الاخر حاجة ما تعجبكش، لا تبدأ تشوف كده المنظر وتبدأ لو عجبك خلاص تبدأ بقى ايه، تبدأ تنفذه على ارض الواقع، تمام. وفي الاخر خالص ممكن تروح مسيف الشغل بتاعك، تطبعه تقول له سيف، تعمله اكسبورت اوتوكاد، دي دبليو جي، اكسبورت ايمج صوره، زي ما انت عايز، تمام. ممكن اقول له انا عايز اشوف 2D، عايز اعمل سناب شوت. هو موقع سهل ولذيذ وممكن اي حد يستخدمه. حتى ممكن مثلا تكون انت بتعمل البيت بتاعك فتبدا تختار الاشكال والالوان وتبدا تشوف العفش هيبقى موجود فين والمساحة تقضي ولا مش تقضي، بدل ما تجيب حاجة وتطلع أكبر وأصغر. لأ، أتمنى الموقع يكون لذيذ. عمر سليم.